نقف أمام أحد الأماكن التي تم استهدافها في رفح جنوب قطاع غزة، وعلى ما يبدو أن تم استهداف مسجد هنا وأيضا أراضي زراعية فارغة، وأيضا هناك عمارة سكنية تم استهدافها بأحزمة نارية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا المكان الذي دمرت كل شيء في هذه المنطقة. كما تشاهدون في الصورة عمليات البحث عن الضحايا من تحت الأنقاض ما زالت مستمرة من قبل المواطنين وطواقم الدفاع المدني. كما تشاهدون في الصورة أيضا هذه السيارات التي تم أيضا استهدافها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت مارة من أمام هذا المسجد في رفح جنوب القطاع. وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافات متعددة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت مسجدا وأيضا بناية سكنية وأراضي زراعية فارغة. وهنا كما تشاهدون في الصورة محاولات من قبل المواطنين من أجل يعني انتشال الضحايا وأيضا الإصابات من تحت الركام. كما تشاهدون في الصورة عدد كبير من المواطنون يبذلون جهود من أجل البحث عن الضحايا من تحت الأنقاض. الاستهداف صراحة كبير جدا في رفح جنوب القطاع، الدمار لحق في كل المباني والبيوت المجاورة لهذا المسجد الذي تم استهدافه بأحزمة نارية قوية وعنيفة جدا، وما زالت عمليات البحث مستمرة، وما زالت أيضا الجرافات تقوم بفتح الطريق أمام طواقم الدفاع المدني من أجل محاولتهم في البحث عن الضحايا وأيضا الإصابات من تحت الركام. حتى هذه اللحظة عدد الضحايا وصل إلى 5 ضحايا، هناك عشرات الإصابات تم نقلهم إلى المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، وما زالت أيضا الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة في رفح وفي كل أنحاء القطاع. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من رفح جنوب قطاع غزة.